تسبب هبوط أرضي في أحد شوارع محافظة حفر الباطن في عرقلة السير إحدى شاحنات خلاطة الأسمنت. وأظهر مقطع فيديو مواقع الهبوط الأرضي بإحدى شوارع إسكان المحافظة، وكذلك الشاحنة الذي صادف وجوده حدوث الهبوط. وظهرت إطارات الشاحنة وهي متعسرة بين الأسفلت الذي شهد الهبوط، الأمر الذي أعاق حركتها على الطريق. وهذه بعض اللقطات.